تهني شعار بالطير مالك سلهودة التي حققت وفازت بأول الأشواط الصباحية. عبد الله بالطير بن سهيل العامري الذي حقق مع سلهودة ناموس الشوط الأول الرئيسي الخاص بالحيل الإنتاج. تهانينا والناموس شوطا انطلق على بركة الله وشجاع العتيبي يتواصل. شكرا مطلق من علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا في كل مكان اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير. من هنا من على ارضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الاصيلة في مهرجان السنوي على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ ميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه مع تحديات هذا الصباح وانطلاقة شوطنا الرئيسي للزمول الإنتاج. والمسافة هي 8 كيلومترات وجائزة قيمة للفائز بالمركز الأول. أتقدم مباشرة مع المركز الاول الموتر بشعار محمد بن دايل بن سيب بن دايل النعيمي من يتواجد مع الموتر على المركز الاول. المركز الثاني الوصول من ابابيل بشعار حمد بن سالم بن صالح بن نصرة العامري من يتواجد مع المركز الثاني. والمركز الثالث الوصول والقدوم من مياس سعيد بن سالم بن محمد العامري من يقدم لنا شعاره على المركز الثالث. والمركز الرابع ظبيان سهيل بن عبد الله بن الدحبة العامري من يقدم لنا ظبيان مع المركز الرابع. والمركز الخامس في هذه اللحظات من يتواجد هنا شاهين مبارك بن خليفة بن زاهر الخيلي من يقدم لنا شاهين مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة والمتواجدة في دائرة النداء مع هذه الشعارات المميزة لأبناء القبائل من تحضر هذه الشعارات وهذه الأسماء في شوط الإنتاج والمنتجين مع هذا الشوط الرئيسي باحثين عن الناموس الغالي. نرحب بجميع المشاركين بجميع الحاضرين القادمين من ميادين الخليج هنا من أجل المشاركة الغالية في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. نرحب بالجميع في ميدان الجميع. العودة مباشرة إلى هذه الأسماء المميزة والكبيرة من تتواجد هنا مع هذه الانطلاقات المميزة والعملاقة مع انطلاقة الموتر على أول الأسماء. محمد بن دايل بن سيب بن دايل النعيمي من يتواجد مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول من أبابيل حمد بن سالم بن صالح بن نصر العامري من يتواجد مع أبابيل مع المركز الثاني. والمركز الثالث مياس سعيد بن سالم بن محمد العامري من يقدم لنا انطلاقة واندفاعة هنا مياس مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والانطلاقة من ظبيان سهيل بن عبد الله بالدحبة العامري من يقدم لنا ظبيان مع المركز الرابع. والمركز الخامس متابعينا مشاهدينا في كل مكان الوصول والقدوم من شاهين مبارك بن خليفة بن محمد بن زاهرة الخيلي من يقدم لنا اندفاعة شاهين وأبناء الإمارات العربية المتحدة من يسيطرون مع المراكز الخمسة من يتواجدون بهذه الاندفاعات وهذه الانطلاقات المميزة. ولكن شعار النعيمي شعار النعيمي مع المركز الأول ولكن بالنصرة بالنصرة غير مع الصدارة ومع الانطلاق الأول مقدما لنا ومندفعا باندفاعة أبابيل
على المركز الأول، وحمد بن سالم بن نصرة العامري من يقدم لنا أبابيل مع المركز الأول من يتواجد بهذه الاندفاعة وهذا الانطلاق الكبير، ولكن الوصول من ثاني الأسماء من ينطلق مع المركز الثاني هنا الموتر بشعار محمد بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي من يتواجد مع مركز الوصافة، ولكن في هذه اللحظات يغير ظبيان بشعار سهيل بن عبد الله بن دحبة العامري من يتواجد باندفاعة ظبيان على المركز الثاني. المركز الرابع في هذه اللحظات القدوم من مياس بانطلاقة واندفاعة هذا الشعار، شعار سعيد بن سالم بن محمد العامري من يقدم لنا اندفاعة مياس على المركز الرابع والمركز الخامس في هذه اللحظات القدوم والوصول هنا من شعار المنصوري مع باروت سعيد بن سويد بن غدير المنصوري من يقدم لنا انطلاقة باروت سعيد بن سويد بن غدير المنصوري من ينطلق بشعاره على المركز الخامس. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام هذه الأسماء وهذه الشعارات المتميزة الحاضرة مع اندفاعة هذا الشوط الحاضرة في دائرة النداء مع المراكز الخمسة بقيادة شعار بن نصرة وباندفاعة أبابيل على المركز الأول، وحمد بن سالم بن صالح بن نصرة العامري من يقدم لنا شعاره على المركز الأول. المركز الثاني الوصول والقدوم من شعار النعيمي، المركز الثاني الموتر بشعار محمد بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي وأبناء ميدان الشحانية من يحضرون مع شعار النعيمي على المركز الثاني باندفاعة وانطلاقة الموتر على مركز الوصافة، وأيضا الوصول من شعار بالدحبة من يقدم لنا ظبيان سهيل بن عبد الله بالدحبة العامري من يقدم لنا شعاره مع انطلاقة ظبيان على المركز الثالث والمركز الرابع الوصول والقدوم من اندفاعة وانطلاقة مياس على المركز الرابع بحضور شعار سعيد بن سالم بن محمد العامري من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات بانطلاقة واندفاعة مياس، والمركز الخامس يصل وينطلق باروت سعيد بن سويد بن غدير المنصوري من يتواجد بشعاره على خامس الأسماء من يحضر هنا باحثا وطامعا بانتزاع الشوط الرئيسي في هذا الصباح للإنتاج والمنتجين من يتواجدون، المنتجين دائما وأبدا بهذه السلالات الفريدة من نوعها وبهذه الأسماء العملاقة من يتواجدون بهذا التميز في هذا الشوط الرئيسي باحثين عن انتزاع نقطة صباحية في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع بتواجد أبناء القبائل الباحثين والطامعين بانتصار في هذا الشوط، ولكن العودة مباشرة إلى الموتر من يتواجد من غير مع المركز الأول بشعار النعيمي من يقدم لنا الموتر محمد بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي من ينطلق بشعاره على المركز الأول مندفعا مع الموتر في هذه اللحظات باحثا عن الشوط الرئيسي باحثا هنا عن الانتصار في هذا الصباح، وأبناء التحدي أبناء الشحانية حاضرين باندفاعة شعار النعيمي على المركز الأول مع هذا الشوط الرئيسي. المركز الثاني الوصول من أبابيل حمد بن سالم بن صالح بن نصر العامري من يقدم لنا أبابيل مع المركز الثاني، ومياس مع المركز الثالث بشعار سعيد بن سالم بن محمد العامري من يقدم لنا مياس مع المركز الثالث والمركز الرابع في هذه اللحظات. يصل هنا ظبيان
سهيل بن عبد الله بالدحب العامري من يقدم لنا ظبيان وانطلاق الظبيان على المركز الرابع وخامس الى اسماء باروت سعيد بن سويد بن غدير المنصوري الجديد على هذه الاسماء وعلى هذه الشعارات الكبيرة والعملاقة في هذا الانطلاق المميز والكبير. ولكن هنالك الموتر من بدأ يبتعد عن بقية الأسماء والشعارات، من بدأ ينفرد بهذه الاندفاع المميزة والعملاقة مع انطلاقة الموتر على المركز الأول بشعار محمد بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي، من يتواجد بشعاره على المركز الأول مقدما لنا الموتر بهذا الانطلاق الكبير والمميز والاندفاع المثير مع هذا الاندفاع الكبير. ولكن الوصول من مياس مع المركز الثاني سعيد بن سالم بن محمد العامري، وايضا شعار بن نصرة يقترب مع ابابيل حمد بن سالم بن صالح بن نصرة العامري، يقدم لنا ابابيل مع المركز الثالث، غير مع المركز الثاني والمركز الرابع ظبيان بشعار بالدحبة سهيل بن عبد الله بالدحبة العامري، من يقدم لنا ظبيان مع المركز الرابع والمركز الخامس، يصل في هذه اللحظات مع المركز الخامس من يتواجد هنا الذيب خلف بن سعيد بن بخيت الشامسي، وصل الشامسي مع اندفاعة الذيب على المركز الخامس. ولكن النعيمي بدأ ينفرد بالشوط الرئيسي في هذا الصباح. انطلق النعيمي في هذا الصباح مع الشوط الرئيسي، روح يا بن دايل، روح الى الناموس، روح. وصلت الاسماء في هذه اللحظات، وصل بالدحبة مع انطلاقة ظبيان مع المركز الثاني، ظبيان مع ثاني الاسماء، بن نصرة قادم مع ابابيل مع المركز الثالث بشعار بن نصرة، وايضا مياس يقترب بشعار هنا سعيد بن سالم العامري، والمركز الرابع الوصول من الذيب خلف بن سعيد بن بخيت الشامسي، ولكن العودة الى ابابيل مع المركز الاول، شعار بن نصرة مع الشوط الرئيسي هنا في شوط الانتاج والمنتجين. ولكن ظبيان يحاول بشعار بالدحبة ظبيان وابابيل وظبيان، الامتار الاخيرة، امتار الشوط الرئيسي ما بين شعار بن نصرة ما بين شعار بالدحبة، ولكن ابابيل لا زال صامدا، ولكن ظبيان مع المركز الثاني، ظبيان وابابيل الشوط الرئيسي في هذا الصباح للانتاج وللمنتجين. انطلق ابابيل الى ابناء الامارات السلام، الى ابناء الامارات العربية المتحدة مع شعار بن نصرة مع شعار السفير، من ينطلق مع ابابيل، تهانينا والناموس لمالك ابابيل حمد بن سالم بن صالح بن نصرة العامري المركز الثاني. كان الوصول من ظبيان سهيل بن عبد الله بالدحبة العامري المركز الثالث، وشام عبد الله بالطير بن سهيل العامري المركز الرابع، كان الذيب خلف بن سعيد بن بخيت الشامسي، والمركز الخامس الموتر محمد بن دايل بن سيب بن دايل النعيمي. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا في كل مكان لمالك ابابيل حمد بن سالم بن صالح بن نصرة العامري، من قدم لنا ابابيل مع ناموس هذا الشوط الرئيسي. تهانينا والف مبروك لمالك ابابيل حمد بن سالم بن صالح بن نصرة العامري السفير، من قدم لنا شعاره المتميز دائما وابدا بهذا الحضور الكبير مع الشوط الرئيسي. 12 دقيقة 52 ثانية 30 جزء من الثانية. تهانينا لمالك ابابيل حمد بن سالم بن صالح بن نصرة العامري المركز الثاني، ظبيان
بشعار سهيل بن عبد الله بالدحب العامري 12 دقيقة 54 ثانية 16 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث حضر فيه والشام بشعار عبد الله بالطير بن سهيل العامري. توقيت الزمن 12 دقيقة 55 ثانية 43 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تهانينا لمالك أبابيل حمد بن سالم بن صالح بن نصر العامري من قدم لنا أبابيل مع الشام.